للحديث عن العوائق التي تقف بوجه العمل الإنساني والإغاثي في العراق في اليوم العالمي للعمل الإنساني، معنا من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. دكتور ناصر، بداية مرحبا بك. لماذا يواجه العمل الإنساني والإغاثي هذه العوائق في العراق رغم الحاجة الملحة لعمل المؤسسات الإغاثية الدولية والمحلية مع وجود مئات الآلاف من النازحين؟ حياكم الله سيد الكريم، وحيا الله قناة رافدين الفضائية. هذا العمل الإنساني بدأت به هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى والمنظمات الإنسانية منذ أن شهد البلد هذه الأزمة الإنسانية الكبيرة، ومنذ الفترة الأولى من سنوات الاحتلال. ولكن هذا العمل الإغاثي والإنساني شهد معوقات كبيرة، منها استغلال الجهد الإغاثي والإنساني لهذا العمل الإغاثي الإنساني، وكذلك وضع المعوقات من خلال سير حركات الجهود الإغاثية التي تستهدف المحتاجين، وكذلك الذين تشهد مناطقهم نزاعات، وكذلك تشهد احتياجات كبيرة نتيجة لضعف الدعم الإغاثي والإنساني لهذه المناطق. ولذلك حقيقة هذه الجهود عانت في مواجهة المعوقات الكبيرة لهذه الجهود الإغاثية، لأنها تكشف حجم الملفات والمعاش التي يشهدها البلد في هذه الجهود الإغاثية. طيب دكتور، ما مخاطر استعمال العمل الإغاثي والإنساني كورقة انتخابية ودعائية من قبل أحزاب وكتل سياسية؟ من أبشع الحلقات استغلال العمل الإنساني الإغاثي هو استخدام العمل الإنساني كورقة انتخابية ودعائية من قبل السياسيين وكذلك أحزاب السلطة وكذلك الكتل السياسية التي لم تقدم شيئا ملموسا لشعبنا المنكوب، الشعب العراقي الذي يعاني المعاصي والنكبات طيلة 18 سنة بعد احتلال البلد، وكذلك مروره بأزمات إنسانية كبيرة. شهد هذا العمل الطارئين على هذا العمل الإغاثي الذين يظهرون فقط أيام الدعاية الانتخابية، يظهرون لفترة قصيرة جدا ولفترة أيام، وهم يخرجون العمل الإنساني عن إطاره، وكجهود إغاثية إنسانية ينبغي أن تقدم لشعب منكوب ونكبته، أساس نكبته من فساد السياسيين الذين يستغلون معاش الناس واحتياجاتهم ويأتون بفترة محددة لاستغلال العمل الإنساني كدعاية انتخابية. دكتور، كما هو معلوم لذلك العراق يعني بلد غني بالنفط وبالثروات، في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي لا يزال يعيشها الشعب العراقي، لماذا لا يكون هناك برنامج حكومي لدعم المؤسسات الدولية والمحلية الإغاثية؟ منذ أول أيام تقديم العمل الإغاثي والإنساني، الحكومة تنأى بنفسها عن أكثر حلقات العمل الإنساني في الجهود الإغاثية التي ينبغي أن تقدم لشعبها الذي مررها كحكومة يعني حاكمة لهذا البلد، لكنها للأسف الشديد لا تحضر في معاش التي تعاني منها الشعب، وكذلك النكبات التي يمر بها النازحين والمهجرين وكذلك المحتاجين في مختلف المحافظات، وهي لم تقدم برنامج حكومي لدعم المؤسسات الإغاثية لا المحلية ولا الدولية، لأنها تعتم عن حجم المعاش التي يمر بها البلد. الشعب العراقي يمر بأبشع الكوارث الإنسانية، وهو في أشد الاحتياجات للدعم الإغاثي والإنساني، يعاني من البطالة، يعاني من الاحتياجات الكبيرة، يعاني من احتياج المؤسسات التي تقدم له الخدمات، لكنها في جميع هذه الحلقات
لم تقدم اي شيء، ولذلك هي لم تقدم الدعم للمؤسسات الاغاثيه ولا الانسانيه، لانها لا تريد ان تكشف عن حد المعاش التي يمر بها. في هذا الاطار كيف تفسرون هذا التراجع للدور الاغاثي الاممي في العراق؟ حقيقه التراجع كبير ومأساوي، وهذا حقيقه يعزز التلكؤ الكبير في العمل الاغاثي والانساني. المنظمات الأممية مرتهنة للعملية السياسية وللسياسيين الذين يملون عليهم ما يقولونه وما يصرحون به للرأي العام العالمي. وحقيقة العالم كله يدير ظهره لما يجري في العراق. ولذلك هي جزء وحلقة كبيرة من معوقات العمل الإنساني الإغاثي الذي ينبغي أن يقدم في العراق. اما قدره المؤسسات المحليه فهي تكاد حقيقه تكاد محدوده قياسا مع حجم المعاش التي يشهدها البلد. البلد يشهد 11 مليون او اكثر تحت خط الفقر، لا يملكون شيء من العوائد الشهريه الماليه. اكثر من ثلث العراق في تحت خط الفقر، لا يجد قوت يومه في اكثر الايام. هنالك مليون نازح ومهجر داخل العراق وخارجه، 4 مليون خارج داخل العراق و4 مليون خارج العراق. وتم اعاده تقريبا 3 ملايين او 4 ملايين قسرا الى منازلهم المهدمه، لان الحكومه تعجز عن الايفاء باحتياجات نازحين في مخيمات مرميه في الصحاري. كذلك نحن يعني نجد مليون، لغايه هذه اللحظه مليون ونصف ما زالوا في المخيمات، وكذلك في الدور المهدمه، وبعض الابنيه التي عباره عن ركام مرمي في الاراضي تلجا اليها النازح والمهجر، لانه لا يجد دعما اغاثيا يتناسب مع حجم المسائل التي يمر بها. شكرا دكتور ناصر الفهداوي، المتحدث الاعلامي باسم منظمه ام القرى.